تتواصل فعاليات التمرين العسكري المشترك الكاسح بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني بتنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة. أرحب ترحيبا حارا بالأخوة السعوديين من القوات المسلحة السعودية، ولا يخفى أن البلدين تربطهما علاقات صداقة قوية تستند على قيم دينية وقواسم أخوية عريقة. التمرين الجاري في باكستان هو النسخة الثانية لتمرين الكاسح الذي انعقدت نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات بين وحدات المهندسين. وهذا التمرين فيه من تبادل الخبرات في الأعمال الحرب الغير نظامية، في أعمال المهندسين من كشف وإبطال وإزالة، وحيث أن الجيش الباكستاني يملك خبرات كبيرة في هذا المجال. يركز التمرين على تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني وتفتيش الطرقات والعربات. نطبق التمرين الكاسح 2، وهو امتدادا للكاسح 1 الذي نفذ في المملكة العربية السعودية، واللذان يهدفان إلى رفع مستوى التدريب وتحسين القدرة القتالية لوحدات المهندسين. هذا ويسعى الجميع لإنجاح التمرين واستغلال كل الفرص لتحقيق الأهداف المنشودة والمخطط لها. يساهم هذا التمرين في تبادل الخبرات والمهارات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني. عبد الرحمن حياة، قناة إخبارية، إسلام أباد.